تحس انها بتشفط المكرونه شفط، هي مش بتاكل يا جماعه، دي بتبلع. اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ جمعت لكم مقاطع لاسرع واكتر بنات بتاكل في العالم. اتحداك لو انت واللي جنبك وجنب اللي جنبك اكلت قدها او في سرعتها. المهم محتاج دعمكم بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واستنوني فيديوهات تانية كتير. ده يا جماعه اول فيديو معانا، ده واحده تقريبا من الصين او من كوريا، جابها حوالي 10 كيلو مكرونة، يعني طبق حجم عائلي وشغالة. بقى تحس ان الصينيين او الكوريين دول فيهم حاجة كده خارقة في كل حاجة، مش في الاكل بس، يعني تحس ان شايلة زورها خالص. يا نهار اسود، ايه يا جماعة، حد يعرف يعمل الكلام ده؟ ايه يا بنات، مين اكل هنا يتكلم معايا؟ يا نهار اسود، طب راح فين؟ تحس ان في 5 بياكلوا معاه مش واحد بس. دي جواها كلب سعران دي ولا ايه؟ لو بتشرب بق ميه على اساس البق ده يعني هو اللي هيساعدها، مش محتاجه مساعده اصلا. يا جماعه الناس دي موجوده فعلا؟ انا مش عارف، حاجه خياليه. ده يا جماعه تاني فيديو، مش عارف ايه قصة البيض اللي دايما بلاقيه مع الصين والكوريا. طبق فيه اندومي او مكرونة وفيه حوالي 20 بيضة. يا نهار اسود، البيضة بتدخل بتنزل على طول، ما بتتاكلش اصلا. يخرب بيت سنيني، طب خلص اللي بقك الاول، مستعجلة ليه دي؟ تحس ان جواها كلبين صايم مش كلب واحد. لو تحس ان المعلقه بتاعتهم دي بتساعدهم يعني على طول كده، بيمسكوا واحده بيها. خرب بيت سنينك، اي يا جماعه مين يعرف يعمل الكلام ده؟ يا جماعه تلات فيديو معانا نفس القصه برضه، مكرونه وبيض. تحس انها بتشفط المكرونه شفط، هي مش بتاكل يا جماعه، دي بتبلع. ابلع ابلع غيره. ها واكله حوالي 14 بيضه، يعرف يعد يا جماعه يعد. طب خلاص الاول اللي في بقك، يخرب بيت سنينك. مش عارف مش عارف، هي هو هنا فاضي يعني؟ ده كده بينزل على طول. يا جماعة الناس دي، يا جماعة يا جماعة، مين أكل هنا يورينا نفسه؟ امسحي يا أختي، امسحي 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 عشان تدخلي في اللي بعده. يا جماعة الناس دي موجودة ولا خيالية ولا إيه؟ نخش الفيديو الرابع، شكلها زي السودا تقريبا، دي مأكولات بحرية أو أسماك حاجات زي كده يعني. ده ايه ده، ده ايه ده، تحس بقى ارنبة، هو ارنبة في الشكل لكن جوه بقى اسد، بقى اسد بيبلع. دي بروكلي تقريبا، دي جت غلطة اكيد في الطبق ده. يخرب بيت سنينك، فضي يا اختي فضي. طب حتى ادي فرصة لمعدتك تهضم، تحس انها بتدخل هجمة مرتدة على المعدة. ابعد 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 ابعد، مش عارف ايه ده. برضه هما كلهم صينيين ويابانيين بيعملوا الحاجات دي، تحس خارقين في كل شيء. يا نهار اسود يا جدع، انا ممكن الوجبه دي اقعد فيها مثلا يومين باكل فيها،
يعني انا عامه من الناس اللي بطيئه جدا جدا في الاكل بصراحه، يعني كتير وسريع، بتاكل كتير وسريع، يعني مش عارف ازاي المعده دي كده يعني في جواها ايه، جواك ايه انتي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تدعموني بعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. مستني تعليقاتكم الجميله، واستنوني في ده تانية كتير جدا.